بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال ابن كثير رحمه الله، قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء، اسم مكان، فصعد الجبل فنادى: يا صباحا. هذا نداء إذا سمعه الناس يأتون، يا صباحا. فاجتمعت إليه قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. وفي رواية: فقام ينفض يديه أبو لهب وهو يقول: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. الأول دعاء عليه، تبت يدا أبي لهب، الأول دعاء عليه، والثاني خبر عنه. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه، واسمه عبد العزى بن عبد المطلب، أعوذ بالله، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغضة له، والازدراء به، أي الاحتقار والتنقص له ولدينه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل، وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز، اسم سوق، وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه، أي جميل الوجه، أحول، ذو غديرتين، أي له شعر ظفيرتين، يقول إنه صابئ كذاب، نعوذ بالله، يعني يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب قاتله الله. ثم رواه عن سريج عن ابن أبي الزناد عن أبيه فذكره. قال أبو الزناد: قلت لربيعة: كنت يومئذ صغيرا؟ قال: لا. كنت يومئذ صغيرا؟ قال: لا، والله إني يومئذ لأعقل أني أذفر القربة، يعني أحمل القربة. تفرد به أحمد رحمه الله.
وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني حسين بن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء أي جميل ذو جمة أي له شعر على رأسه، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. وإذا فرغ من مقالته قال الآخر أبو لهب من خلفه: يا بني فلان، هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى، أي تكفروا باللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك ابن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة نعوذ بالله، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. هكذا يقول أبو لهب قاتله الله. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب قاتله الله. رواه أحمد رحمه الله أيضا والطبراني رحمه الله بهذا اللفظ. فقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه، وتب أي وقد تب تحقق خسارته وهلاكه. وقوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: وما كسب يعني ولده، ما ينفعه ماله ولا ينفعه ولده. فروى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين رحمهم الله مثله. وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب: إذا كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسه يوم القيامة، فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله: ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما يقبل منه فداء يوم القيامة. وقوله تعالى: سيصلى ناراً ذات لهب، أي ذات شرر ولهيب وإحراق شديد، وامرأته حمالة الحطب، وكانت زوجته من سادات نساء قريش، وهي أم جميل، واسمها أروى بنت حرب ابن أمية، وهي أخت أبي سفيان، وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده قاتلها الله. فلهذا تكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم، أجارنا الله من النار. ولهذا قال تعالى: حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها يعني في النار ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له، كما كانت تعينه على الباطل في نار جهنم تلقي عليه الحطب ليزداد عذابا نعوذ بالله. في جيدها حبل من مسد، قال مجاهد وعروة رحمهم الله: من مسد النار. وقال عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي رحمهم الله: حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة، أي تنقل كلام هذا إلى هذا وتشعل نار الفتنة قاتلها الله. واختاره ابن جرير رحمه الله. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطية الجدل والضحاك وابن زيد رحمهم الله: كانت تضع الشوك في طريق رسول الله
صلى الله عليه وسلم، واختاره ابن جرير رحمه الله. قال ابن جرير رحمه الله: وقيل كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وكانت تحتطب وعيرت بذلك، كذا حكاه ولم يعزه إلى أحد، والصحيح الأول والله أعلم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: كانت لها قلادة فاخرة، وهو ما يوضع في العنق في الحلق، فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال: المسد الليف، وهو الشعر الذي يكون في أصل الشجرة، يعني في جذع الشجر، الليف شعر. وقال عروة بن الزبير رحمه الله: المسد سلسلة زرعها 70 ذراعا. وعن الثوري رحمه الله: هي قلادة من نار طولها 70 ذراعا. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. وقال الجوهري: المسد الليف، والمسد أيضا حبل من ليف أو خوص، وقد يكون من جلود الإبل أو بارها، أي شعر الإبل. ومسدت الحبل أمسده مسدا إذا أجدت فتله، يعني فتلته جيدا. وقال مجاهد رحمه الله: في جيدها حبل من مسد، أي طوق من حديد. ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا؟ البكرة التي يوضع فيها الحبل ويؤخذ الماء من البئر. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي وأبو زرعة قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الوليد بن كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب، ولها ولولة، أي صوت، وفي يدها فهر، وهي تقول: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا، قاتلها الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فلما رآها أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، الله يحجبني عنها. وقرأ قرآنا اعتصم به، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر رضي الله عنه، ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك، إنما أنزل الله قرآن. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أن ابنت سيدها. قال: وقال الوليد في حديثه أو غيره: فعثرت أم جميل في مرطها، يعني كادت أن تسقط على الأرض وهي تطوف بالبيت، فقالت: تعس مذمم، أعوذ بالله. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب: إني لحصان فما أكلم، وثقاف فما أعلم، وكلنا من بني العم، وقريش أعلم، وقريش بعد أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال: لما نزلت تبت يدا أبي لهب، جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فأقبلت فقال له أبو بكر رضي الله عنه: لو تنحيت، أي تباعدت، لا تؤذيك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيحال بيني وبينها. الله تعالى يجعل حجاباً بيني وبينها. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر رضي الله عنه، فقالت: يا أبا بكر، هجانا صاحبك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا ورب هذه البنية، أي رب الكعبة، ما نطق بالشعر ولا يتفوه به. فقالت: إنك لمصدق. فلما ولت قال أبو بكر رضي الله عنه: ما رأتك، يعني يا رسول الله؟ قال: لا، ما زال ملك يسترني حتى ولت. الله تعالى أرسل ملكا يستر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكافرة. ثم قال البزار رحمه الله: لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه. قال المعلق: قال الهيثمي رحمه الله في المجمع: فيه عطاء بن السائب، وقد اختلط، أي اختلط حفظه، فهذا فيه ضعف. وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها، أي إلى فم جهنم، ثم يرمى بها إلى أسفلها، ثم كذلك دائما، عياذا بالله من عذاب الله. قال أبو الخطاب ابن دحية في كتابه التنوير رحمه الله، وقد روى ذلك وعبر بالمسد عن حبل الدلو، كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات رحمه الله: كل مسد رشاء، يعني الحبل الذي يربط به الدلو. وأنشد في ذلك: وبكرة ومحورا صرارا، ومسدا من أبق غبار مغارا. وقال الآخر: يا مسد الخوص، تعوذ مني، إن تك لدنا لينا فإني ما شئت من أشمط مقسئ. قال العلماء رحمهم الله: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنها بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقبض لهما، لم يقيض لهما أن يؤمن، ولا واحد منهما، لا ظاهرا ولا باطنا، لا مسرا ولا معلنا. فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة، أن الله تعالى أخبر عن أبي لهب وزوجته، وأنهما أصرا على الكفر، نعوذ بالله. تفسير سورة الإخلاص وهي مكية. ذكر سبب نزولها وفضيلتها. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعد محمد بن ميسر الصاغاني، حدثنا أبو جعفر الرازي، حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنسب لنا ربك. سبحان الله، يعني بين لنا نسبه، من أبوه، من جده، سبحان الله. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله تعالى واحد أحد، فرد صمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد جل جلاله. وكذا رواه الترمذي وابن جرير رحمهم الله عن أحمد بن منيع، زاد بن جرير رحمه الله ومحمود بن خداش عن أبي سعد محمد بن ميسر به، زاد بن جرير والترمذي رحمهم الله قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله جل جلاله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفواً أحد، ولم يكن له شبه ولا عدل، وليس كمثله شيء جل جلاله. ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث أبي سعد محمد بن ميسر به، ثم رواه الترمذي رحمه الله عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله، فذكره مرسلاً ولم يذكر أخبرنا. ثم قال الترمذي رحمه الله: هذا أصح من حديث أبي سعد. حديث آخر في معناه قال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله: حدثنا سريج بن يونس، حدثنا إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيًا من أهل البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، إلى آخرها، إسناده مقارب. وقد رواه ابن جرير رحمه الله عن محمد بن عوف عن سريج فذكره، وقد أرسله غير واحد من السلف رحمهم الله. وروى عبيد ابن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة: قل هو الله أحد. قال الطبراني رحمه الله: رواه الفريابي وغيره عن قيس عن أبي عاصم عن أبي وائل مرسلا. ثم روى الطبراني رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفي عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء نسبة، ونسبة الله قل هو الله أحد، الله الصمد، والصمد ليس بأجوف، يعني ليس له جوف، منزه عن الجوف. حديث آخر في فضلها قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد هو الذهلي، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها، وكانت في حجر عائشة أم المؤمنين، يعني تربت عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية، يعني مجموعة من الجيش للجهاد في سبيل الله، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، كان يؤمهم ويقرأ قل هو الله أحد بعد كل صلاة بعد كل سورة. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، أحبها لأنها صفة الرحمن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد جل جلاله، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، سورة الإخلاص. هكذا رواه في كتاب التوحيد. ومنهم من يسقط ذكر محمد الذهلي
ويجعله من روايته عن أحمد بن صالح، وقد رواه مسلم والنسائي رحمهم الله أيضا من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به. حديث آخر قال البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة، وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار رضي الله عنهم يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها أي تتركها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلتم، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم رضي الله عنه، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. الله أكبر، لأنها فيها عظمة الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ليس له مساوي جل وعلا. هكذا رواه البخاري رحمه الله تعليقاً مجزوماً به، وقد رواه أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، فذكر بإسناده مثله سواء. ثم قال الترمذي رحمه الله: غريب من حديث عبيد الله عن ثابت. قال: وروى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. قال: إن حبك إياها أدخلك الجنة. فينبغي أن نكثر من قراءتها ومعرفة معناها من عظمة الله جل وعلا. وهذا الذي علقه الترمذي رحمه الله قد رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده متصلاً، فقال: حدثنا أبو النضر، حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. حديث في كونها تعدل ثلث القرآن. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها يعني يراها قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. من قرأ سورة الإخلاص مؤمناً بها موحداً لله كأنه قرأ ثلث القرآن، ثواب عظيم. زاد إسماعيل ابن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البخاري رحمه الله أيضا عن عبد الله بن يوسف والقعنبي، ورواه أبو داود رحمه الله عن القعنبي، والنسائي رحمه الله عن قتيبة
كلهم عن مالك به، وحديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه أسنده النسائي رحمه الله من طريقين، عن إسماعيل بن جعفر عن مالك به. حديث آخر قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. فإذا قرأها المسلم وآمن بها ووحد الله يعطيه الله ثواب من قرأ ثلث القرآن. تفرد بإخراجه البخاري رحمه الله من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي والضحاك بن شرحبيل الهمداني المشرقي كلاهما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال الفربري: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والراق أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله البخاري عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك مسند. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بات قتادة بن النعمان رضي الله عنه يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان في مجلس وهو يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا: وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب رضي الله عنه فقال: صدق أبو أيوب رضي الله عنه. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها اشتملت على صفة الله وبيان عظمته جل جلاله. حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا يزيد بن كيسان، أخبرني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا يعني اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد يعني استعد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لا أرى هذا خبراً جاء من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص. وهكذا رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن محمد بن بشار به، وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح غريب، واسم أبي حازم سلمان. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائد بن قدامة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار رضي الله عنها عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟
فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذن ثلث القرآن. هذا حديث تساعي الإسناد، يعني فيه 9 رواة بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث تساعي الإسناد، يعني فيه 9 رواة للإمام أحمد رحمه الله، ورواه الترمذي والنسائي رحمهم الله كلاهما عن محمد بن بشار بن دار، زاد الترمذي رحمه الله وقتيبة كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي به، فصار لهما عشارياً، يعني 10 رواة. وفي رواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنهما به وحسنه، ثم قال وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة ابن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مسعود رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة، وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل ابن عياض، وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطرب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله صفحة 165، فصل زكاة الفطر. وما ورد من الآثار في شرعيتها، زكاة الفطر واجبة بالفطر من رمضان، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط وهو اللبن المجفف أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، متفق عليه. صاع عن كل نفس ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، وينبغي أن يخرج عن الجنين الذي في بطن أمه، يستحب أن يخرج عنه ولا يجب. وأما المولود فيجب إخراج زكاة الفطر عنه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب، متفق عليه. قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، هو زكاة الفطر. وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس، صدقة عن البدن والنفس، ومصرفها كزكاة المال لعموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم الذين تدفع لهم الزكاة. ولا يمنع وجوبها دين إلا مع طلب، إذا كان الإنسان عليه دين يجب إخراج الزكاة إلا إذا كان صاحب الحق يطالب بدينه. وهي واجبة على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، فضل أي زاد له عن قوته ومن تلزمه مؤونته يوم العيد وليلته صاع، لأن النفقة أهم، فيجب البداءة بها
يعني إذا كان ما عنده إلا قوت أهله فلا شيء عليه. ومن تلزمه مؤونته يوم العيد وليلته صاع، لأن النفقة أهم، فيجب البداءة بها لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، رواه مسلم. وفي رواية: وابدأ بمن تعول، يعني زوجتك وأولادك، رواه الترمذي. ويعتبر كون ذلك الصاع فاضلاً يعني زائداً عما يحتاجه لنفسه. ومن تلزمه مؤونته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة التي تلبس ونحوه، وكتب يحتاجها لنظر، لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفق. وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين كزوجة وعبد وولد، وكذلك الخادم لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون، أي تنفقون، رواه الدارقطني رحمه الله. فإن لم يجده لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه أي مملوكه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث، ويقرع مع الاستواء. أما دليل البداءة بالنفس فلحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وأما الزوجة فلوجوب نفقتها في حالة اليسر والعسر، لأنها على سبيل المعاوضة. وأما الرقيق العبد فلوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف الأقارب، لأنها صلة تجب مع اليسار دون الإعسار. وأما الأم فلقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال له: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لأنها الأم ضعيفة عن الكسب. وأما الأب فلما سبق وحديث: أنت ومالك لأبيك. وأما الولد فلقربه ووجوب نفقته في الجملة، تخرج الزكاة عن ولدك. وأما الأقرب في الميراث فلأنه أولى من غيره كالميراث، وتستحب عن الجنين أي الذي في بطن أمه، لفعل عثمان رضي الله عنه. وعن أبي قلابة رحمه الله قال: يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه، يعني يستحب لا يجب، رواه أبو بكر، ولا تجب. قال ابن المنذر رحمه الله: كل من نحفظ عنه لا يجبها عن الجنين، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله. اليتيم يخرج زكاة الفطر، يخرج عنه زكاة الفطر، وليه يخرج عنه. ولا يلزم الزوج فطرة زوجة ناشز وقت الوجوب، إذا كانت الزوجة عاصية لا يجب أن يخرج عنها زكاة الفطر لعصيانها. ولا تلزم الزوج فطرة من لا تلزمه نفقتها كغير المدخول بها، إذا عقد بالمرأة ولم تسلم له لا يجب عليه زكاة الفطر. وإذا لم تسلم له الزوجة، ما سلمت للزوج، والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها أن عقد بها وهي صغيرة، فلا يجب عليه زكاة الفطر عنها. ومن لزم غيره فطرته كالزوجة فأخرج عن نفسه بغير إذن من وجبت عليه أجزأ. المرأة إذا أخرجت زكاة الفطر عن نفسها يجزي على الزوج، لكن إذا هي أخرجت عن نفسها أجزأ. وتجب زكاة الفطر ب
بغروب شمس ليلة الفطر، إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان وظهر هلال شوال وجب إخراج زكاة الفطر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. صدقة الفطر تطهر الإنسان من اللغو والرفث، إذا تكلم في أيام الصيام بكلام لا ينبغي فزكاة الفطر تكفر ذلك، وطعمة للمساكين حتى لا يحتاجون إلى سؤال الناس في يوم العيد. رواه أبو داود والحاكم، وقال على شرط البخاري رحمهم الله. فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به، لأن الإضافة تقتضي الاختصاص، وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد الغروب أو تزوج بعد الغروب فلا فطرة، وإن وجد ذلك بأن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر، إن كان معسر وأيسر قبل الغروب وجبت الفطرة لوجود السبب فالاعتبار بحال الوجوب، وإن مات قبل الغروب هو أو زوجته أو رقيقه أو قريبه ونحوه أو أعسر، أي كان موسرا وعسر، أو أبان الزوجة أو أعتق العبد أو باعه أو وهبه، لم تجب الفطرة لما تقدم. ولا تسقط الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا وفي آخره: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة قبل صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة أي بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، وتكره بعدها خروجا من الخلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم، أي أغنوا الفقراء عن الطلب في هذا اليوم. رواه سعيد بن منصور رحمه الله. فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم، أي الإغناء للفقراء في هذا اليوم كله، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته، وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب، ويقضيها من أخرها، الذي أخر صدقة الفطر يقضيها، لأنه حق مالي وجب، فلا يسقط بفوات وقته كالدين، وتجزئ قبل العيد بيوم أو يومين، وتجزئ صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. رواه البخاري رحمه الله. وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاً، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود، إذ الظاهر بقاؤها أي بقاء الصدقة أو بعضها إلى يوم العيد. ومن وجبت عليه فطرة غيره أخرجها مع فطرته مكان نفسه، لأنها طهرة له، وفطرة من بعضه حر وبعضه رقيق، إذا كان عبد نصفه حر ونصفه عبد فيخرج الفطرة، وفطرة قن أي مملوك مشترك، يعني بين اثنين فكل واحد يدفع النصف، وفطرة من له أكثر من وارث أو ملحق
بأكثر من واحد تقسط، يعني كل على قدر ما وجب، ومن عجز منهم لم يلزم الآخر سوى قسطه أي نصيبه. الواجب على كل شخص صاع بر أو مثل مكيله من تمر أو زبيب أو أقط، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. متفق عليه. ويجزي دقيق البر والشعير إذا كان بوزن الحب، يعني صاع من دقيق البر أو صاع من دقيق الشعير. واحتج بزيادة تفرد بها ابن عيينة إن أحدا لم يذكره فيه، قال: بل هو فيه، يعني الدقيق. رواه الدارقطني رحمه الله. قال المجد جد الإمام ابن تيمية الشيخ عبد السلام رحمه الله: بل هو أولى، يعني الدقيق أولى بالإجزاء، لأنه كفي مؤونته، يعني كفي مشقة الدقيق، مشقة الطحن، كتمر منزوع النوى، كذلك التمر أخرج منه النوى يجزي، ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات، يعني يؤكل، كذرة ودخن وباقي اللاء، يعني فول، لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. ويجوز أن يعطي الجماعة فطرهم لواحد، جماعة يعطون فطرهم لرجل واحد إذا كان فقيراً، وأن يعطي الواحد فطرته جماعة، كذلك إذا قسم الصاع بين أشخاص يجوز. ولا يجزي إخراج القيمة لأن ذلك غير المنصوص عليه، لا يجزي إخراج القيمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ممن صارت إليه، لا يجوز لك أن تشتري الصدقة من المسكين، أعطيته زكاة الفطر ثم تشتري منه، هذا لا يجوز، لحديث عمر رضي الله عنه: لا تشتريه، أي صدقة، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيه. متفق عليه. فلا يجوز الرجوع في الصدقة ولو بالشراء، وحسما أي قطعا لمادة استرجاع شيء منها حياء أو طمعا في مثلها أو خوفا أن لا يعطيه بعد، فإن عادت إليه، إذا عادت الزكاة إليه بإرث عن طريق الميراث أو وصية أو هبة أو أخذها من دينه من غير شرط ولا مواطاة أي اتفاق، طابت بلا كراهة لعدم المانع. ولحديث بريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك الميراث. متفق عليه. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي رحمهم الله.